جولة ممتعة. خرجت العائلة في نزهة. خديجة: انظر يا أحمد، أشجار الصنوبر على اليمين وأشجار الصوفصاف على اليسار. أحمد: ما أجمل منظر الطيور وهي تحط وتطير فوق الأغصان. خديجة: وتلك الأرانب تقفز هنا وهناك، كم هي سريعة. أحمد: هناك عصفور على الأرض، ربما هو مصاب. الأب: اهمله برفق يا بني، سنأخذه معنا إلى المنزل. خديجة: نعالجه ونحتفظ به. الأم: أحسنتم، فقد أوصانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان.